We are the farmers. أحبتي أسعد الله مساءكم وأسعد أوقاتكم بالخير ومرحبا بكم مجددا في قناتي. أعتذر كثيرا عن التأخر في وضع الفيديوهات لأنه من الصعب جدا التوفيق بين العمل في المدرسة والعمل على القناة، ولذلك العمل ولو قليلا خير من التوقف. درس اليوم يتمحور حول الصوت أو والصوت وا. سيتم الشرح عن طريق هذه الألعاب البسيطة والمحفزة دون الإطالة. تابعوا معنا وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. Le son O et le son WA. O égale E plus A plus U. أي أن تجميع ثلاث حروف أ أ أ يعطينا الصوت أو. أو إيغال أ بلس أ، أي أن تجميع الحرفين أ زائد أ يعطينا أو. أو بلس إي إيغال وا، أي أن تجميع الحرفين أو زائد إي يعطينا وا. إذن أحبتي درس اليوم يتمحور حول الصوتين أو والصوت وا. بعض الكلمات التي تبدأ بالحرف أو الصوت أو: أغيي، أن أغيي، وسادة. الحرف أو في بداية الكلمة أو ديبو أغيي في بداية الكلمة. لومو دومينو، دومينو الحرف في وسط الكلمة وفي النهاية أو ميليو إي ألا فان. أون موتو، موتو لو سون او الصوت او في البداية وفي النهاية. اوليف الحرف او في بداية الكلمة او ديبو. اوليف زيتون الحرف او في بداية الكلمة. اون اوتاغي اسد البحر او فقمة. اعطينا الصوت او. او بلس ا بلس اي ايغال او. لدينا عدة كلمات تحتوي على الحرف على الصوت عفوا او. Par exemple, château. الأحرف الثلاثة باللون الأخضر تنطق أو. château قصر. باتو باخرة. باتو. كادو هدية. كادو. جاتو كعك. جاتو. نعيدها إلى العلبة. إذن الصوت أو يوجد على شكل ثلاث أحرف حينما تجتمع أو مع أ مع أو. فين أ زائد أو ينطق أو. أ بلس أ بلس أو نزادون أو. أمثلة على ذلك لدينا كلمة طوغو،
أن طوغو الحرفين باللون الأحمر ينطق أو. أن دوفان دوفان دولفين. أوتون خريف. أوتون أوتوموبيل أوتوموبيل سيارة. إذن A plus U égal O. A زائد U يعطينا O. في الحالة الثالثة الحرف O زائد الحرف E يعطينا الصوت وا. O plus E égal وا. أمثلة في كلمات une poire et jas. الأحرف باللون الأحمر هي الصوت وا. une wa بطة. une wa poisson un poisson سمكة. un toit سقف. un toit. un doigt أصبع. un doigt. un foie كبد. un foie. نعيد الكلمات إلى العلبة. إذن O زائد E يعطينا و. Je classe les mots suivants dans le tableau. Râteau, ardoise, tuyau, roi. نضع الكلمات في الخانتين حسب الصوت او و. غاتو يحتوي على الصوت او. اذا نضعه في الخانه الاولى ام الثانيه؟ نضعه في الخانه الاولى حيث الصوت او. غاتو. أردواز. أردواز. و. أردواز. نضع الكلمة في الخانة الثانية. أردواز. تويو. تويو. لصون او. نضع الكلمة في الخانة الأولى. تويو. se termine par le son او. roi. un roi se termine par le son وا. نضعه في الخانة الثانية.